بعد الاستماع إلى أغنية فريد الأطرش نورة، يا نورة وضيفتنا هي نورة العبيدي، رحبوا بك مرة أخرى. ذكر سادة المستمعين ضيفتنا إذن هي الممرضة الأولى نورة العبيدي. حبيت تقول نقول حاجة أخت نورة، هي كلمة ملك الرحمة ليس ما سموكمش اعتباطيا، لأن المرضى أو الممرضة بصفة عامة ديما تكون قريبة للمرضى، وخاصة في العديد من الحالات. ما تنقلقش مثلا، ما تقولش يزيك الحاجة ذيك وكذا، لكن عندها صدرة رحب كبيرة برشا. صحيح السي زبير، في بعض الأحيان المريض نقعد بحذيها على فرشه ونتحدث معاه، نبسطوله الحاجة، ما نخليوش معناها متقلق من الحالة اللي عنده. خدمت في الليل المريض كي يستحق باش نقعدوا بعديه ليلة كاملة، نحطوا بنك ونعملوا له السيرفيانس متاعه لكل ساعة. مريض كي يبدأ مش يدخل بيت العملية من غدوة الصباح يلزم يعمل سيرفيانس متاع حاشاك السكر وضغط الدم كل ساعة، وما نملوش وما نقلقوش، بنك بعديه واني وصاحباتي نتداولوا عليه للصباح. إذا تستحقوا كلمة ملك الرحمة. والحمد لله والحمد لله، هذا هو. لا بصفة عامة دائما نقول الممرضات خاصة في القيروان، نحب نوجه لهم تحية كبيرة 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 برشا، الممرضين أيضا والممرضات اللي قاعد يقوموا بعمل إنساني قبل كل شيء. بون دي حالات استثنائية، بعض ربما المزاج متاعه ولا متاعها فك الفترة ذيك ربما متقلق شوية كذا، لكن ما لازموش نعمه باعتبار أن الممرضة هي تبقى دائما وابدا عباره عن هي في منزلها، مع واحد ولدها ولا امها ولا اخوها، ويبكي ولا يشكي من حاجه تكون بحذاها، تكون تحت راسه. نحن نقول هكا ولا وذي هو العمل الانساني اللي عندكم انتم عند الممرضين، وفيكم في الخط الابيض خط الامام. اذا الانواع نتاع الامراض والمرضى اللي يجيكم أكثريتها شنو من النوع نتاعها؟ نحن قسم جراحة، جينا المرضى اللي مش تعمل عمليات في الحسم، اللي على المرارة، اللي مصرانة زايدة جي حالة استعجالية، اللي حشك على الكيست، اللي الجروح حشك اللي عنده أبسي، اللي تساعد الحشك المحروقين زايدة جيونا لنا نحن، كان خاطر في اللغالبة ولا قسمنا قسم معناها جراحة عامة أكثر، معاش عن العظام ومعاش عن المجاري البولية. بيه فمش حالات استعجالية حاولتوه من سوسة مثلا أو مكان آخر ولاية من الولايات الأخرى موجهة فما أعرف مش كنا نحاولوا كنا بعد ولا عنا عدا بما أن عندكم الإطار عنا توتط بالطبي ما عادش، بل كنا نحاولوا المرضى اللي يجيونا طايحين حشاك على روسهم يقولوا ترو ماكرانيا، ما كانش عنا أخصائي في المجال هذا. وعنا توا تبارك الله عنا دكتور مصمودي وذيلي في بالي بيه، ما عادش يتنقلوا ولا تتعمل عمليات لهنا على العمود الفقري ولاباس. ونسبة نجاح تبارك الله لاباس ناجحة ما شاء الله لاباس. مش نتحدث معاك توا على مستوى، نحن ديما نقولوا إذا تحكي على ابن الجزار وتحكي واحد الغالبة يزمك تكون على مستوى المعدات الانسترومون، نجم نقولوا فما برشا حالات تشكيوا منها ما عنديش يعني المعدة ذيك مش نعمل بها عملية وكذا. كانت متوفرة كل المعدات في قاعة العمليات، مش نقص في ابن الجزار ما كناش نسمع معناها فما نقص كبير كما توا العباد يخدموا باللي عندهم يخدموا. عرشت وعليه كل شيء ولا مفقود ودويات ما فهمتش. هذه يعني سألتك سؤال، أنت وسألتك سؤال عليه، سألتك هذا السؤال هذا خطر في الفترات الأخيرة مدة الأخيرة برش حاجات ناقصين. وصلوا حتى أقول لكم بوم مش من بالغشي ولا حاجة، بس يقول بونس مو ما فهمتش ولا خيط متوع ما فهمتش مثلا أي يقولوا فما نقص وربي يقدر الخير للبلاد وكاو به. فما من ممرضات اللي ربما جات استهوتها لا تخدم في الخارج، برشا ممرضات فهمتني
وجاتكش خامرتكش الفكرة أنت ربما يوم من الأيام حتى قبل ما تتزوج ولا لا لا كي دخلت أنا فما بعثت للعربية السعودية كنت نجم تكون منهم ما حبيتش نمشي ما حبش نمشي نخدم في بلاد ما نعرفهاش وعباد ما نعرفهمش نجمش وام لطيفة عادة تقول لك لا يا بلادي وين وين انت وين ام لطيفة الله يرحمها ماذا بها بنتها تطلع ممرضة وهي طلعت ممرضة واستجابت لي معناتها رغبة امها اما زيت الغربة تولي لا 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 هكا ولا بعد كين في دار راجلك وين انت وين راجلك زيت لا لا تحت جناحها ربي يرحمها وينعم مو مريضة الله يرضى الحمد لله الحمد لله ان شاء الله راضين علينا وكهو الحمد لله رب العالمين به ان تو مش نحن بما ان انت ممرضة وما شاء الله عليك معناتها 37 سنة في المجال التمريض لو كنت تحكينا ربما كيفاش كانت العلاقة معك ومع الوالدة ومع الوالد وخاصة في مجال العمل نتاعك كنت تمشي تخلي برشا سوايع تخلي الصغيرات لو كنت تحكينا على العادات اللي كانت موجودة سواء انت كنت تخدم او قبل ما كنت تخدم كيفاش كنت تتعامل مع الوالدة كيفاش بحذاكم ابو زمعة البلوي كنت تمشيولو وخاصة حكيتي قبل ما ندخلوا الحصة هذه كنتوا تعملوا القصعة الكبيرة ها بتاع الكسكسي او بتاع المقروض وكانت الوالدة تحل المقروض احكينا عليهم اخت في صغرنا عشنا عيشة محليها الكلنا كي نجي ونعملوا حاجة نتلموا الكل مع امي كما نقولوا على القصعة في المولد في المولد هذيك البسيسة تتعمل عبارة على معناها عبد يحضر الانفاس البسيسة نعملوها بالقصعة بسيسة قمح بسيسة قمح اي متاع انفاس متاع درديرة متاع انفاس خاطر يرحم باي يقول هذيك مولد سيدنا معناها نزيد بشر سيد الخالق نزيد نعملوا العويدة هذيك متاع نفسة نعملوا المقروض نعملوا الدقلة المحشية ويجيبلنا اللحم بالذمة معناها اللحم كمية كمية يقول لها اشوي راهو فطور نافسه راهو اليوم فطور نافسه معناها مش والحومه الكل تاكل كانت الحومه الكل تاكل اي جيران الحومه الكل تاكل كانت دارنا محلوله واللي يجي يلقى راحته ونحن صغار ونشدوه وياخذوا بخاطرنا ويقعدوا نخبيوا له الحايك اللي يجينا نخبيوا له الحايك ونشدوه والله وياخذ بخاطرنا ويقعد وليه وخاصه زاد في مقامه وزمعة البلوي انتم الصغار كنتم تمشيوا تحفظوا القران نمشيوا في الليل المله كانت في الليل بعد العشاء والدنيا سخونه نمشي ونتلموا بنات الحومه الكل ومعنا اخواتنا الكبار اخويا محمد وولاد حومتنا نمشي وهما يقعدوا في بلاصه بعيده تحت البيت ونحن يعلمنا سيدي محمود الطيب يا رحمه الله يرحمه وكان يجينا السي قعيب زيد نسيت اسمه سي طاهر سي طاهر قعيب الله يرحمه ولعبنا وحفظنا في الليل حفظنا جزء حفظنا جزء عام وقتني سنة ثالثة ابتدائي وعدينا امتحان وقتها في جامعة الكبير مش نفهمين كتاب وقال مش تجيوا الجامعة الكبير مش تعرضوا مسابقة ذي ما فهمناش صغار نحن خاطر كي نمشي ونلعبوا وأما حفظنا كي لقانا حفظنا قال مش تجيوا الجامعة الكبير مش تعرضوا مشينا بالواحدة يعرض فينا ليل 27 قال مش تجيوا فما جوائز مشينا معنا أمي تراجع مع الكبير بكله حياك وسفاسر نكهة فيه وستر محلاه يعيط بالأسامي ووقتها في الوقت ذاك خذيت 3500 جائزة 3500 فك الوقت ذاك وانت عمرك تقريب 7-8 سنين لا سنة ثالثة نقرأ 9 سنين 9 سنين وكنت معناتها عبارة عن حفلة محليها ستر حياك وسفاسر ما تراش حاجة أخرى ما تراش تكون عريان معناتها الأجواء الدينية كانت كانت محليها طيبة والسيد في المولد كان بوهرته كان الصحن الدخلاني كي يتفرش بالزرابي ما يدخل حتى حد حشاك ويعافس بصباته على فماش نسكل المسؤول واللي مش مسؤول الناس كل تنحي حشاك سبابتها وتدخل اللي لاحظناه تو تبدل تماما تبدل ما قعدش كي قبل وكانت تجي سلمية من جميع الدول العربية والإسلامية قبل بنص شهر وإلا 21 يوم كل يوم فريق متاع سلمية في السيد
وتسمع القروان الكل، تبدا الخيول والابواق والكل مربوطه ببعضها، القروان الكل تسمع السلاميه. كيفاش كنت تشوفوا السيد يتغطى بالباش تعرفوا اللي فما شكون شي يجي هكا ولا كي يتغطى كي يتحط الباش تفرحوا مش تحفل الدنيا مش تحفل. كانت الحيوط تتبيض وزرابي وقصع المقروض كان هناك ستر وكان جو محليه. كنا كان سيد محمد الحديد قال نقيب بو زهير انتم كان سي الخراف زاد انت كان نقيب في السيد كانت معي أجيال وأجيال مرة بزمعة البلوي ستر. ويجي صالح المهدي من غدوة بعد الحفلة ذيك متاع الليل ويجي بورقيبة وكانت نساب الحياة تبدأ تستنى فيها نعمة عليه كانوا يجيوها نثبت نعمة نعمة وصالح المهدي ذوما اللي نثبت عليهم نديو فك الصحن في الصدار وتثبت الصباح كيش يجيبوا العصيدة يجيبوا العصيدة البيضة والزقوق. وما كانت الشيوخة تعطي الفارينة تفرقها على عائلات يثردوا العصيدة باش العصيدة تمشي للسيد الصباح يفطر منها بورقيبة والحاشية متاعه. كانت انت ايش تحب سال عصيدة زقوق ولا عصيدة نعملوا الزوز وانت انت ايش تحب الزقوق عزيزة زقوق الزقوق ما نعملوا الزوز كل مولد نعملوا الزوز. هي كل عادات وتقاليد رأيك عادات وتقاليد فهمتني فما يسمع انت يحرصوا باش تكون عصيدة زقوق موجودة حتى عصيدة الفرينة زادة كانت بنينة فما شكون يعملها بالقمح تعرف نعملها بالقمح ايه عملها بالقمح يجي ابن وصحيا صحية زيتونة ودقلة وبسيسة اللي يحب شوية عسل يجي صحية به سنس العائلة والأولاد بالماكلة متاعنا التقليدية ولا ولا لا يحبوا كان لا يحبوا شايح يحبوا أما الأكثرية في الدار حتى كي راهو حاجة يشتهيوها نشري لهم أما لك نعمل هيلهم في الدار بعد نعمل لهم نحبش مكلت الشارع برشا صحيح زيت زيتونة في الدار وتعرف إيش تحط في مكلتك به انتو حتحدثنا تقريبا على الجانب متاعك العمل متاعك في وحدة الأغالبة تحدثنا زيدا على العادات والتقاليد في حومة السيد اللي قلت لي العادات هذيك والتقاليد بدأت تندثر شوية حومة السيد ما عادوش فيها الماليها خرجوا من الحومة هكا ولا أي. قلة قليلة كل واحد مشى لمكان معين خذا دار أخرى شرى دار أخرى تحول لما إلى تونس ثم شكون كذا مش ناخذ الجانب الرياضي تعرف أني أخت نورة أيضا تعاطات الرياضة كيف نجيك الغرام بالرياضة وقيت تشجيع بما أنك أنت قلت في عائلة رياضية نفسي نور الدين مدرب ومحلل رياضي محلل في أحد القنوات العربية أحكينا كيف نجيك أنت التجربة متاعك في الرياضة وخاصة كنت مغرومة بالالتيتيزم العادة سباق العدو ثم تحولت إلى كرة السلة حتى عمك الهادي كان ما عندكش فكرة كان عنده معناها درجات أي سباق درجات يعمل هذه معلومة هاني قلت لك عمك الهادي رو كان كورور كورور ويحب الكورة ويشجعنا على الكرة أما حدها حد البلاد أي ما يحب ناشيك ديبلاسمون والكل ذيك علاش ما كملتش وعمل هادي الله يرحمه كان نذكره كان يخف التجهيز أي في التجهيز أيوة وهو كان عنده مغروم بالسباق الدراجات دراجات أي وكانت عنده بسكليت عنده بسكليت لأن معناها نحن كبرنا نركبوا عليها في الحومة ويخرج عليها عجلها جويدة يخرج كل صباح يدرب يمشي بها للخدمة أيوة من المدرسة مع سي سالم قدح يرحمه تغرمت بالهوند كرة اليد بعد كي معهد ابن رشيق لاحظ لي سي عبد الوهاب نوشة نحن نقولوا له سي عبد الوهاب الصغير قال لي شبيك ما تلعبش باسكيت وهك عندي غرام بكرة السلة متردة لخاطر من نعرف دارنا من الأول مش يخليوني كلي مش نضيع روحي وعشيت جمعة يلزم نمشي نترينا وعشيت سبت يلزم نمشي للمنصورة هنا لحد كومبيتيسيون ضد مقابلة وصاحب كومبيتيسيون وديبلاسمون قعدت لعبي دوب ودوب معناها لهنا في مع المكتب مع المكتب مع المكتب مع, المكتب هوشي مع فريق كيفنيش مقاع استقطابك كذا في الشبيبة الرياضية القيروانية سي عبد الوهاب قال لي يلزمك تشارك يلزمك تمشي معانا قلت له راهو هكا وهكا قال لي داركم اني نمشي لهم صح الليسانس قال لي اني نمشي لهم داركم نكلمهم و حاسين وكي قلت لهم راهو هكا وهكا وعلاش انا ماني
معروفين اللي نلعبوا في الباسكيت كعبيت نعرفوا بعضنا. تتذكرهم صاحباتك اللي معاك؟ حياة مجدرية، حميدة الطيف، حميدة الطيف، حياة مجدرية، ريم السعيدي. ويني هي الباسكيت فيها حشيك خمسة لعبات. وكان أمر كذلك تحقت بالشبيبة. تحقت بالشبيبة ولعبنا وعملنا ديبلاسمون ومحليها تجربة محليها، وحبوا عليا ليكيب ناسيونال بتاع الباسكيت ولعبت في النجم الساحلي زاد هكا. كي مشيت تقريت في سوسة لعبت في النجم الساحلي. تتصور أنت لو كان التجربة هذيك تواصل ربما راك اخترت ربما الجانب الرياضي وربما راك اليوم مدربة في كرة السلة ربما نقول هذا بما أنك نجحت وفما المدربين كانوا معنا يشهدوا بكفاءة متاعك للرياضة هذه. يعني حبيتك كما حبيت تيو جي تيو آدي هذيك حبيتها توصلني للي نحب عليه. يا أخي يا ربي ما كتب لي شيء. الوالدة حبتك ممرة. صغاري وصلت نلعب معاهم في الدار، نعملوا بانيه ونلعب معاهم باسكيت في الدار. ممتاز. ونحن قبل ما نواصل معك المشوار في جزئه الأخير، شو رأيك نعمل مراوحة فنية؟ وشكون الفنان اللي تحب تسمعه؟ تحب تسمع فنان أو فنانة؟ مرحومة فايزة أحمد. فايزة أحمد يا أخويا، يا غالي علي، يا غالي علي، يا حبيبي يا أخويا.